تدخلت الأمور الرياضية بأبعادها السياسية، واجتاحت أمواج التوتر العلاقات السعودية التركية بعد صورة أبو الأتراك مصطفى أتاتورك التي تسببت بإلغاء السوبر التركي في السعودية في اللحظات الأخيرة، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أرضية لتصاعد الخلافات ملوحة بأزمة تتنافس فيها الكرة والسياسة. فمن هو هذا الزعيم التركي الذي قلب الدنيا رأساً على عقب؟ قبل بدايتها ألغيت مباراة السوبر التركي بين نادي غلطسراي وفنربخشة على ملعب الأول بارك في الرياض بسبب التلويح بلافتات وارتداء قمصان تحمل اسم وصورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة. دارين الفريقين لأن منظمين على مباراة ما اسمحوا لهم أنهم يحطون شعارات سياسية وشخصيات سياسية. وفي بيان متأخر ليلة الجمعة شرح منظمو موسم الرياض المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي كأس السوبر التركي أسباب إلغاء المباراة قائلين: كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها الخاص، خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية. وأضاف البيان أنه كان قد تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني التركي ورفع العلم التركي داخل الملعب في المدرجات تقديراً لمكانة الجمهورية التركية، إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه وهو ما أدى إلى تأجيل المباراة. أثار إلغاء المباراة سجالاً حامياً على موقع إكس حيث ذهب الأتراك لمهاجمة السعوديين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مشجع تركي قوله بأن كرة القدم بالنسبة لنا في تركيا كرنفال كبير تمزج الرياضة بالسياسة، مضيفاً: هم السعوديون دعونا للعب هنا، لذا يجب عليهم احترامنا. بينما اندفع السعوديون للدفاع عن قرار السلطات إلغاء المباراة، فدون أحد الناشطين عزف النشيد التركي في الأول بارك، وهذا يفند كل أكاذيب الإعلام التركي بأن المنظمين رفضوا ذلك. وبالمختصر، لا مجال لإقحام السياسة في الرياضة، ولا مجال لرفع العبارات والصور السياسية في كرة القدم. Formada Atatürk var diye bizi burada dışarı çıkardılar, stada almadılar. TFF'nin kararı. هذا الرجل الذي أثار البلبلة في الأيام الماضية هو مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي، وتمكن في سنين قليلة من البروز كقائد عسكري ثم كزعيم سياسي. ألغى الخلافة العثمانية وأسس مكانها تركيا المعاصرة التي أصبحت كما أراد دولة علمانية غربية الطابع والقوانين والهوى.